السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بصوا يا جماعة، الأرنبة الهاي بلس يا جماعة دي الحمد لله ولدت معانا النهاردة يا شباب، بعد ما قعدت فترة كبيرة بعد الولادة اتأخرت عن ميلادها عن ميعادها يا جماعة، والحمد لله ولدت طبيعي بدون أي مشاكل. ومعانا كده شوية معلومات يا جماعة نقول لكم النهاردة عن إيه الحاجات اللي تعملها بعد الولادة وإيه الحاجات اللي ممكن تعملها أثناء الولادة يا جماعة. بس من فضلك ما تروحش بعيد، تابع الفيديو معانا للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين. اخواتي وحبايبي الكرام، من جد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نوري. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب زي ما شفتوا كده في أول الفيديو، الأرنبة الهاي بلس الحمد لله يا جماعة ولدت بعد ما اتأخرت عن ميعاد الولادة اكتر من 3 ايام. ولد الطبيعي ولد كويس جدا بدون اي مشاكل. يا جماعه انا بقول لكم ابوس ايديكم ارحموا الارانب، ابوس ايديكم بلاش الطلق الصناعي. واحد يجي يدخل يقول لي يا ابو نرمين، اقول له نعم يا حبيبي، يقول لي الارنبه جابت معاها 30 يوم ومولدتش، قمت جاي اعطيها طلق صناعي وبرضه ما ولدتش. ليه؟ انت تدي طلق صناعي ليه؟ انت تستعجل وتدي طلق صناعي ليه؟ على اليوم ال 30 ليه؟ على اليوم ال 31 ليه؟ على اليوم ال 32 ليه؟ يا حبيبي ممكن الارنب توصل معاك ل 35 يوم وتولد طبيعي. وعن تجربه اقسم بالله هنا في نفس المكان ده اهو، اقسم بالله في نفس المكان ده اهو، الارنب توصل معاها ل 35 يوم و 36 يوم وتولد من غير طلق ومن غير اي حاجه ومن غير اي مبررات. ليه تستعجل تفضل اصناعي؟ يلا انا اخوكم بقى نروح الارنبه نشوف الارنبه دي والده كام، والده كام ارنب، والده بعد كام يوم، وهوريكم تاريخ التلقيح وهوريكم النهارده كام. يلا بينا. بسم الله ما شاء الله يا شباب، ادي ارنبه هاي بلس اهيت يا جماعه، من الشغل بتاعنا اللي احنا مربينه عندنا. تمام يا شباب، الارنبه دي يا جماعه متلقحه يوم 7/2، 7/2 من ذكر هاي بلس وذكر الشنشله اللي اتباع، تلقحها يا جماعه يوم 7/2 النهارده اهوت. يعني اللي طالع اللي طالع دلوقتي الساعة تقريبا 2 بالليل، صح؟ الساعة 2 بالليل. ساعة يعني واحد واثنين اللي حاجات بسيطة. اللي طالع يا جماعة 12/3، 12/3. وديت يا جماعة متلقحة يوم 7/2. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. أهيت زي الفل. ما شاء الله. جايبة كام أرنب بقى؟ جايبة كام أرنب يا شباب؟ بسم الله ما شاء الله. جايبه ادي مسكم بدينا كده كده الارنب اصلا، يعني عارفه ايه ريحه ان احنا اللي مربيين. جايبه بالصلاة على النبي يا شباب، ادي ادي اثنين ابيض اثنين اسمر اربعه، وادي ثلاثه كده سبعه وثلاثه ابيض. هم جايبه 10 ارانب يا جماعه، جايبه كام؟ 10 ارانب زي الفل. هم ادي اسمر، ادي اثنين اربعه، وادي ثلاثه ابيض يبقى كده سبعه، وادي ثلاثه ابيض، جايبه 10 ارانب ما شاء الله يا جماعه زي الفل يا شباب. الارنبه سبحان الله بتقول كل مره 10. انتوا برضو جاتوا للسجل برضو القديم يا جماعه، ولاد الارنبه 18/1 تمام، كانت جايه برضو 10 ايه 10 ارانب يا شباب، كانت والده 18/1 جايبه 10 ارانب، فالمره دي برضو جايبه ايه؟ جايبه 10 ارانب زي الفل ما شاء الله، خصوبه جميله جدا ربنا يزيده ويبارك. طبعا يا جماعه الارنبه دي بقى انا بعطيها تاني يوم الولاده 1 سنتي مضاد حيوي جينتا ميسن او جينتا كيور، 1 سنتي مضاد حيوي جينتا كيور اهو. ادي يا جماعه المضاد الحيوي الجينتا كيور ده، بدأ تاني يوم الولاده ان شاء الله تمام. تالت يوم الولاده بديها نص سنتي ايفوماك، رابع يوم بديها 2 سنتي كالسيوم، خامس يوم 2 سنتي كافوزال، ما بديش حاجه اكتر من كده. الحمد لله بتلاقي رضاعه، بتلاقي ظهر الارنب الام كويسه ما بتسلسلش معاك، بتلاقي الدنيا معاك حلوه يا شباب، والام صحتها كويسه، مفيش التهاب رحم بيجي للارانب فضل من الله ما شفتوش عندي، فضل من الله ما شفتوش عندي، الحمد لله على كل شيء تمام يا شباب. انا بقى بقول لكم ما تستعجلش على الارانب وتديها طلق صناعي، وتديها طلق صناعي ابوس ايدك. يعني انا ممكن يعني هرجع للتعليقات والرسائل اللي جات لي واخدها سكرين شوت واسيبها لك كده فين على الفيديو جنب الفيديو كده، يعني هجيبها لك على الفيديو عشان تشوف الناس بتعمل ايه. 30 يوم
31 قول للقرابه يا ابو نرمين ما بقول عدى ميعاد ولادتها يعني يوم يعني بقت 31 يوم واديت لها طلق صناعي. طب ليه يا حبيب؟ ما هي مش هتولد برضه. ما هي مش هتولد. اصبر على الارنبه لما تجهز براحتي. دي الارنبه يا جماعه اللي انا رفعت لكم فيديو بتاعها اللي هي بتاع اللي هي اعرب الجاهز قبل ميعاد الولاده. يعني دي يا جماعه النهارده يعتبر 33 يوم. 33 يوم لان الشهر فات كان متلقاها يوم 7 والشهر فات كان 28. المفروض تولد يوم 30 المفروض تولد يوم 10 والنهارده 12. يعني الارنبه دي يا جماعه يعتبر والده على 32 يوم. 32 يوم مفيش اي مشكله خالص طبيعي. ما استعجلتش سبت الارنبه لما ولدت لوحدها. فانت يا حبيبي ما تستعجلش. انت ما تستعجلش. خدت بالكم يا شباب؟ وعندنا برضو قرب تاني من الوالده اهي. هتعالى كده يا منير مين؟ شوف مين يا جماعه؟ والخلفه بقيت الخلفه التانيه اللي جت وفطمت ثلاثه من عيالي. ان شاء الله يا جماعه. الحمد لله على كل شيء. يعني الحمد لله ناجحين بهذا الموضوع. ماشيين وناجحين كده يا شباب. فانت ما تستعجلش. بس يا حسون. بس يا حبيبي. فانت ما تستعجلش. وتدي قرب طلق صناعي. اصبر يا حبيبي على الارانب. والله هتصبر هتولد لوحدها. هتصبر الارنبه هتولد لوحدها. انت ما تستعجلش على الارانب. نصيحه مني. نصيحه ما تستعجلش. تدي طلق صناعي في حاله ايه؟ لو الارنبه وصلت 35 يوم او وصلت 34 يوم او 33 يوم او 32 يوم او 29 يوم ومنعت اكل نهائي. بمعنى اصح لا. ايه يا ابو نرمين؟ انت بتقول الكلام ما تديش طلق صناعي وتيجي تقول طلق صناعي. اه يا حبيبي اقول لك ادي طلق صناعي في حاله ان الارنبه منعت اكل نهائي. يعني ايه؟ يعني حط لها علف وما كلتش العلف يا ابو نرمين؟ لا يا حبيبي. ما كلتش العلف حط لها بقدونس. ما كلتش البقدونس حط لها برسيم. ما كلتش البرسيم حط لها عيش. اعمل اي حاجه حطها لها شوفها هتاكل ولا لا. لو كانت بقدونس ما اداش طلق صناعي. كلت برسيم ما اداش طلق صناعي. الارنبه قطعت عن الاكل نهائي هنا في الحاله ديت لو 29 يوم اداها طلق صناعي. ليه؟ علشان تخلص عشان تنزل الخلفه اللي بطنها اللي مضايقاها اللي عامله لها تعب ما خلى انا مش عارف تاكل. فهمت يا شباب؟ ديت اللي انا اقصده. ماشي في كلمه ابوس ايديكو ارحموا الارانب. انا ليه بقول لكم كده؟ عشان خاطر انتوا بتستعجلوا على الارانب. ما تستعجلش. ما تستعجلش على الارنب. والبيت اللي بيقول كده بيقول ده اهو جهزه قبل ما الارنبه تولد يجيب اسبوع ولا ب 10 ايام. ركبه صدقني هتستفيد. صدقني ما تسيبش الارنبه كده العين مقفوله عليها الباب مقفول على الارنبه والولاده. انت شايل الولاده رماها في الدور الثاني ولا في العشه بتاعت البيت اللي جنبكم؟ ماشي. بس يا حبيبتي ماشي يا غالي. وتيجي بعد يوم الولاده او قبل الولاده بيوم تقوم جاي مركب الولاده. ما دام ضمن المشاكل الارانب بتواجهك في الحاله دي ممكن الارنبه تستغرب مكان تولد على السلك بره. وممكن تولد وتاكل عيالها. ليه؟ ما هو انت عملت لها جو جديد مختلف عليه. 30 يوم عشر من غير ولاده وتيجي تركب الولاده فجاه مره واحده. تقوم عامل لها قلق. عمل لها حركه رعب كده ذعر. فاهمني يا حبايبي؟ فنصيحه ركب بيت الولاده بدري وابدا جهزه تمام؟ قبل الولاده ما تقول قبل الارنبه تقول يجيب 10 ايام او اسبوع ابدا جهز بيت الولاده. ناخد جوله كده مع بعض. اي حد يا جماعه عايز ارانب توفر عندنا سلفرات. ماشي. اه يا جماعه فرق فوق شويه من الرمان ده يا جماعه. ده برضه ده للبيع. شو ده يا جماعه للبيع بس. صل على النبي اول على هنا ان شاء الله يا شباب. اهوت برضه ده برضه للبيع ان شاء الله. حاجات جميله جدا فينا يا شباب. ده نجاحنا. ده اسباب النجاح. الخلفه الثانيه بره هناك اهي.
قابلتها كلها. تمام يا شباب، ديت والد، تعالوا كده بينا. فين يا جماعه؟ 10 ارانب وارنبه بكريه، والعشر ارانب اللي والدهم معاه اهي. لو رجعنا كده نلاقي والد العدد 10، العدد 10، والده 1 3. شايفين يا جماعه؟ ادي 2 4. انا طب نعدهم ازاي دول؟ بص هنعدهم بقى بالالوان. ادي 1 2 3 4 دوتش، 2 4 دوتش، وادي 2 اهمت يبقى 6، وادي 2 يبقى 8، وادي 2 يبقى كده 10. دولت 10 ارنب وارنبه بكريه يا شباب، ارنبه بكريه، وفضل الله معاها 10 ارانب زي الفل. تمام يا شباب، والحمد لله زي الفل وتمام التمام. ده ارنبه برضو يا شباب بكريه، انا لسه ملقحها، تلقاها 1 3، والنهارده 11، النهارده 12 3. ده ارنبه يا جماعه، دي بكريه اهي. ماشي يا شباب، فضل من الله بجسها امبارح عشار، بجسيه عشار بكري. ده ارنبه برضو يا شباب بكري، ماشي برضو عشار، ملقحها يوم 9/3، يعني بقى 3 ايام متلقحها. تمام يا شباب، دي برضو عشار ارنبه اللي انا ديت برضو اي بلس، لا بره دي برضو يا جماعه ارنبه عشار. ماشي، والحمد لله ناجحين كده يا شباب، وماشي الحمد لله، وبفضل الله برضو ده شغل يا جماعه اهوت، ده برضو شغل يا جماعه برضو للبقى، اي حد محتاج ارانب تحت امره. ماشي يا شباب، سلك اهو يا جماعه، حاجات ما شاء الله جميله جدا. وانا برضو ذكر سيلفر اهو، ده يا جماعه ذكر سيلفر برضو للبيع. ماشي يا شباب، والحمد لله ناجحين بهذا العمل. تمام، ويا ريت يا ريت يا جماعه نلتزم بالحاجات اللي نقول عليها، علشان الحاجات دي يا جماعه عن تجربه، اقسم بالله العظيم انا بقول لكم كده عن تجربه. انا ما بستعجلش على الارانب، لا في التلقيح ولا في موضوع الولاده. الناس اللي تلاقي الارنبه تولد ويجي يلقحها في نفس يوم الولاده ليه؟ وانا ما شاء الله اهيت. تمام، الارنبه اللي والده ان شاء الله مع 10 ارانب شفتهم في اول الفيديو، ربنا يزيدوا بارك 10 زي الفل اهوت. نبدا نغطيهم ونتابع الام دي يا جماعه، نشوفها هترضع عيالها ولا مش هترضع. واللي اهم من كده يا جماعه السجلات، الارنبه دي والده يعتبر، نكتب كده ولاده 12 3، العدد 10 ارانب. يبقى كده يا جماعه دي اهم شيء، انك تعمل سجل الارنبه، شوف الارنبه والده كام، والده يوم كام، علشان ديت بعد ان شاء الله 14 يوم هبدا احطها للذكر يلقحها، ابدا احطها للذكر يلقحها. لو انتوا جيتوا معانا هنا يا شباب اتلاقي النهارده، تعالى كده يا منرمين، عايز بس اوصل لكم رساله بسيطه جدا. النهارده 12/3 الارنبه دي والده يوم كام؟ يوم 1/3، يعني النهارده بقى لها 12 يوم لسه ما لقحتهاش، حتى ما عملتش ورقه وتاريخ التلقاح. دي دليل، يعني ده اكبر دليل يا جماعه ان ديت والده هي على الورقه يوم 1/3 ولسه لحد دلوقتي ما اتلقحتش، يعني بقى لها 12 يوم. بس هي معاها كام؟ معاها 10 ارانب، معاها يا جماعه 10 ارانب. فدي ما ينفعش استعجل عليها، ما ينفعش اني استعجل عليها والقحها. يلا ناخد جوله جنب التاني. اوعى كده، اوعى تعالى كده يا منيرين برضو. شايفين يا جماعه ديت ارنبه برضو بكري. تمام، انا ركبت لها بيت الولاده النهارده، ركبت لها بيت الولاده ايه النهارده، هي معادها اساسا متلقاها هنا اهيت يوم 24/2. لقاها يوم كام؟ 24/2، هلاقيها تولد 24 او 25/3، وركبت لها بيت الولاده النهارده عشار الحمد لله. ودي نفس الطريقه يا شباب، ماشي،
برضو برضو عشار، وجلستهم برضو عشار يا شباب، برضو ده ارانب بكري متلقاها يوم كام 25/2، وانا جلستها والحمد لله عشار، قمت من كبابة الولاد طبعا ديت ماشي. والدة يوم كام تعالي هنا كده يا منرمين، والدة يوم 10/2 العدد 6، وكنت نلت لها تبنى يا شباب تمام. لقحتني يوم كام؟ يوم 24/2، يعني بعد 14 يوم تلقيح من الذكر البابيون اللي هو ايه اللي كنت قايل لكم اللي هو شبه البيور يا شباب. ادي معاها ما شاء الله خلفيات تمام، الصلاه على النبي، وادي بقى الخلف شفنا يا جماعه اهي، ادي باقي الخلفه يا شباب والحمد لله وناجحين وزي الفل بهذا العمل اهو ماشي يا شباب تمام. نيجي هنا برضو نفس الطريق شفنا يا جماعه الخلفه، بسم الله ما شاء الله، حاجات جميله جدا جدا بفضل الله. طبعا ده ارانب مفطومه ماشي اهيت، ده ارانب، ده ارانب ماشي. هنا برضو نفس الطريقه برضو ارانب يا جماعه اهيت، برضو فطام، ده برضو ارانب فطام، الحمد لله ناجحين وزي الفل يا شباب ماشي. فانا حبيت من خلال حلقه النهارده اقول لكم ابوس ايديكم ارحموا الارانب شويه. الارنبه هاي بلس ولدت الحمد لله، عملت مفاجاه جميله جدا، جابت 10 ارانب ربنا يبارك لنا فيهم، وان شاء الله لما يكبروا هنصور لكم الارانب ده برضه واحنا بنفطمهم، وبنقول لكم دي خلفه الارنبه الهاي بلس اللي انتم شفتوا الفيديو بتاعها يا جماعه في اول الشغل. اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.